القوانين ولا الاسلوب في تونس ما همش معانا وما همش محايلين ما همش كاتبين بعين الاعتبار اللي كونوا الشبيبه هذيا هي خيره شبيبه تونس. عرفنا لازم يعرفوا اللي ما همش عاملين علينا مزيان بالكل. واليوم نحب نحييكم تحيه كبيره على وقفتكم هذيك. وقفه مزيانه احنا في الاضراب هذايا من البارح، هو اضراب يومي البارح واليوم 24 و 25 ماي. الاضراب هذايا عملناه سويت ان بلوكاج صار لوغ دي نيغوسياسيون مع الديريكسيون على دي بوان اللي احنا نشوفوهم اكتويلمون سو سون لي بوان لي بلوز امبورطون اي كو لي سالاري ريفونديك et qui se pose réellement sur le climat social qui est malheureusement très tendu actuellement. Les conditions professionnelles sont difficiles. Nous avons le harcèlement, nous avons l'abus de pouvoir, nous avons les sanctions abusives. Tout le monde aujourd'hui a les suppressions, je ne peux pas utiliser le téléphone ou le perso. Il sanctionne à tort et à travers. Quelle histoire, je ne peux pas sanctionner. Oui, je ne peux pas faire ça, comme ça. Parce que les sanctions n'ont pas de limites. هذا خلق مناخ اجتماعي معناتها مكهرب. عندنا مثلا مشكله في لي بوز على حسابنا، معناتها لي بوز نو سون با بي. باش تاخذ بوز على حسابك، باش تفطر على حسابك، شغل الفطر هذا كيف كيف على حسابك. ما عندناش مساواه ما بين لي دو زونتيتي ستريم وستريم كونتاكت في لا بريم دو بريزونس، هذا زاد كيف كيف من المشاكل. عندنا دونك كيما قلت لك يعني قبيله لابو دو بوفوار ولي سانكسيون معناتها ابوزيف والتطريد زاد لو ليسونسيمون ابوزيف موجود اليوم. احنا عندنا معناتها الخدام ماهوش معناتها اي بو با غارونتير ولا خدمته اني با انكور غارونتي، معناتها ينجم اليوم غدوه يطرد بور ان موتيف ايماجينير يقولوا له عملت والا ان غوتور من عند كليون فيو اللي احنا اون كونتاكت ديريكت افيك لو كليون، يقولوا لي كليون جا عمل فيك معناتها ان رومونتي ولا ان غوتور نيجاتيف تتسونكسيون عليه وتنجم تطرد عليه معناتها. دونك سو سون با هذوما معناتها سو سون با دي موتيف دو سونكسيون اللي يخليو الانسان يطرد عليه ويتقطع خدمته، فهمتني؟ مع لابو دو بوفوار اللي موجود من عند بعض العرفات من عند الاداره زاده كيف كيف. دونك المطالب هذوما كلهم ما عندهمش صبغه ماليه، وملقري هذاك احنا اون ايو ان بلوكاج معاهم في المساله هذه. عندنا مشكله نتاع تواصل مع الاداره، يعني بالقانون احنا اون بو افوار اون ريونيون شاك موا مع الاداره، ما نعملوهاش. اخر ما صار احنا اون افي اون دوموند دو ريونيون مع الاداره، لكن ما استجابتش للدوموند هذه. لا ايتي فات لو 20 افريل، فهمتني؟ جوسكو 8 ماي، خاطر البرقيه هذه صادره لو 9 ماي. دونك قعدنا نستناو من لو 20 افريل حتى لو 8 ماي باش تجاوبنا على الدوموند دو ريونيون اللي مصادره على الاتحاد العام التونسي للشغل، وما جاوبوناش. دونك فما اون نيجليجونس دو لابار دو لونتربريز بالنسبه للبوان هذايا. هذا اللي نقولوا به في الحق النقابي. الناس معناتها فما عباد تدخل لاباس عليها وتمرض بالبريز دو كاسك، تمرض خاطر صافي دي زاني تخدم بالكاسك. انا شخصيا عندي 14 سنه في الدومين هذا، فهمني؟ دونك فما ناس تخدم بالكاسك توت لون دو لور في دون لونتربريز، دوكو بيان سور كنا نعرفوا لي ميفي دو كاسك لي ميفي دو تليفون، فهمت؟ تسقط وذنيهم تسقط تطيح، وسي بروفي بار لا ميديسين دو ترافاي، خاطر هو كي يتشكى من وذني فهمني يمشي يعمل سيرتيفيكا ما يصدقوش، يبعثوه كونتر فيزيت، الكونتر فيزيت الفاليد معناتها لينابتيتود نتاعو هذيك اللي ولات عنده في وذني. دونك شنو يعملوا له احنا لهنا؟ يعملوا له انا ريدو ترافاي، يقولوا له انت يا خويا ما عادش تصلح للخدمه، فهمني؟ تروح تسقط في وذنيك سي بروفي اوكي ما عادش تصلح للخدمه، ما عندنا وين نحطوه. الوغ كو عندنا ديزاكتيفيتي من غير بليز دو ليني، عنا ديزاكتيفيتي من غير بليز دو ليني، واذا كان يحبوا هما يلقاو له بلاصه يلقاو له بلاصه، هذا ما فيش شك. احنا نطالبوهم ديما بتطبيق القانون، يعملوا له ريكلاسمون، يشوفوا له نوتخ بوست لو يا با دو بليز دو ليني، يشوفوا له معناتها خدمه اخرى. Elle répond les exigences de santé de salarié, معناتها بعد الملاديه اللي ولات عنده suite للخدمه. Voilà, هكاك il peut garder معناتها son travail, peut garder son salaire, il peut gagner sa vie. Le jour lendemain يلقى الانسان يروح لبرا خاطر سقط من وذنيه، سي با نورمال معناتها. مطالب الناس لو كان سمعتوا قبيليك مش شعارات ماهيش فلوس، يعني هو احنا هذا سميناه اضراب الكرامه. دونك الناس تحس في رواحها مالوريزمون ما عند كرامتها مفقوده،
انا بلو دينيتي ما عندهاش وزن الور كو كل شيء يخدم مع عند الخدام كل شيء يعملوا الكونسيي كل شيء يعملوا الاكسبير كل شيء يعملوا سكون ابل لي كول كوتش هذوما الباز نتاع الخدمه اليوم الناس هذيا اني با ريكونو دون لور ترافاي اي اون بلوس فما لارسلمون مشكلتنا الاساسيه في المناخ الاجتماعي عباد كيما قلت لك سانكسيوناتور ان كليما سوسيال ديغرادي على الاخر عندنا دي باترون ما فماش ريسبي وعملوا هي تطلع على الكوتا بالحق سالاريي كيما قبيله يحكي وما يهمناش في صباح الخير وغيره تحس كاين ويمدهم لك المكتوب والفلوس كون جي حاسيلو برا لوش ما تاخذوش ابار التعب ابار جاي رمضان رمضان راهو اون غالير في لي سونتر دابيل اون غالير اون غالير ديجا ما يحبوش يعطيونا بوز نتاع روبتور دو جون طلبنا 30 مينوت باش نفطروا فيه وذا انا كور مصح من 2011 اعطيني 30 مينوت نفطر فيها ونرجع لك قال لك لا اعطيني من بوز معناها واحد تصور يخدم مثلا من 11 لل 9 باش يخلي بوزو حتى كش 8 نتاع الليل باش يفطر به وبوزو ما تخيبش معناها ساعه راه 20 مينوت ماكسيموم 20 مينوت ماكسيموم باش تشق فيها فطر وتشرب فيها قهوه وتفيق وكل شيء وصلت عباد تفطر على سيسيونات باش نجم تخرج من بعد تعمل قهوه واتوغ دو رول مش معناها في شقه نفطر كلنا نهبطوا نشقوا فطرنا راه اليوم انا نخرج مع شقه نفطر 20 مينوت نتاعي جروب اخر يخرج بعد 20 مينوت وجروب اخر يخرج بعد 20 مينوت انا فما شكون باش فطروا كان بعد بساعه ما حبينا نقولوا حاجه بركة رانا ماناش طالبين حاجات فيها فلوس باش نخرج وانا الفلوس ديما تتنيقص والفلوس تاخوها راه اما المناخ الاجتماعي والاحترام وتخدم كرامتك ما تاخذوا كان بالقوه هون.